الحيدري، مرحبا بك سي مراد. مرحبا مرحبا بجميع المستمعين. يعيشك، مشكور جدا على قبولك الدعوة. ألوغ ما شاء الله، يعني ذكرى ال 62 على تأسيس الغرفة أكيد الفتية الاقتصادية. ألوغ خلينا، أنتم ديجا قمتوا بندوة صحفية للتعريف بنشاطها، ولكن خلينا نزيدوا احنا نحطوا الأمور في إطارها ونتعرفوا أكيد على المختلف في الأنشطة معك أنت سي مراد. كما حكيت اليوم عملنا ندوة صحفية، أول حاجة للتذكير بتاريخ المنظمة نتاعنا، هي تاريخ عريق جت في أواخر الخمسينات، جابها صالح المهدي الله يرحمه، مؤسس الفرقة، فرقة الرشيدية. هو مشى في زيارة عمل لأمريكيا واكتشف وقت الغرفة، هي موجودة من عام 1915. وكان هو السبب نتاعها وقت قبل الحرب العالميه الاولى لجلب السلام في العالم. كي جاوا لتونس استقبلهم الزعيم الراحل حبيب بورقيبه، وعملنا تاسيسها منظمه في سنه 62، منظمه وطنيه قوميه لبناء الوطن بعد الاستقلال. وجيل ورا جيل ونحن متواجدين اليوم باش ناخذ لنا المشعل باش نكملوا نواصلوا في هذا المشروع، هو بناء الوطن. ونبنيه في الوطن كيفاش؟ بإعطاء فرص للشباب التونسي القيادي، إعطاء فرص القيادي. وفرص هو في أربع محاور معينة. المحور الأول هو الذات البشرية. نحن نمنو أول حاجة قبل ما نغيروا العباد لازم نغيروا رواحنا. كيفاش نغيروا رواحنا؟ بالتكوين المستمر وبالميثاق الغرفوي اللي فيه عديد من المبادئ السامية. وبعد نخدموا على المحليات، نحن موجودين في أكثر من 180 غرفة محلية في كامل تراب الجمهورية، والغرف المحلية تنشط في كل لا مركزية متاعها وكل استقلالية باش تلقى حلول للمحليات متاعها وتخدم باش نجم تعمل نشاطات، تلقى حلول للنشاطات متاعهم والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الموجودين غادي. وعنا المحور الثالث هو الدولي. نحن متواجدين في أكثر من 120 بلد دولي، وننخرطوا في مسابقات على الصعيد الإفريقي وشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي. والمسابقات هما في فن الحوار، فن التواصل، في أحسن غرفة محلية، أحسن نشاط محلي على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الإفريقي. والمحور الأخير هو ريادة الأعمال، وهو اثنين احنا في 2023 باش نخدموا على المحور الوطني، هو الاستثمار المؤثر ايجابيا. كنقولوا استثمار هو استثمار معناها فيه دافع الربح. اما شنو اللي يميزه؟ هو الربح، اما زاد الربح اجتماعيا وتضامنيا لبناء اقتصاد وبيئه اقتصاديه تنجم تكون مناسبه لتونس، نجم نرفع بها الاقتصاد نتاع بلادنا. تقوموا زادة ايضا في نقطة اخرى كما قلنا، على كنت قمتوا على تسليط الضوء على الترشح للمؤتمر العالمي ل 2025. فما بروغرام معين قاعدين تحضروا لحاجات معينة اللي ان شاء الله 2025؟ هو توا نحن سنة في 2023 زادة الميزة الكبيرة اللي نحن باش نقدموا ترشح تونس رسميا إن شاء الله المؤتمر العالمي باش يكون في سويسرا السنة في 2023، وباش نرشحوا تونس لاحتضان المؤتمر العالمي سنة 2025، وإن شاء الله نربحوا على خاطر باش يجلب كان الرزق لتونس، كان حاجة باهية، قرابة 5000 أجنبي باش يشوف يدعم السياحة التونسية، باش يشوف الدعم اللوجستيكي نتاعنا، يشوف الخدمة نتاعنا، ونحن متشوقين لإتمام هذا البرنامج ان شاء الله يا ربي. الحقيقه ان شاء الله هكا يلقى الرواج وتلقاو الدعم بيان سور، خاصه تكونوا حاضرين بالكدا ل 2025 وغيالمون لتنسيق وتهيئه بيان سور كل شيء يكون حاضر ان شاء الله بالنجاح. مشكور جدا سي مراد اللي دخلت معنا ومتيتنا بكل التفاصيل فيما يخص بيان سور الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه، وكانت هذه التور دو تور دو تابل.